لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. الذين عايشوا الإسلام في المدينة كانوا اليهود، واليهود كما نعرف كانوا يدلون على العالم بأنهم أهل كتاب وعلم ومعرفة، ويدلون على البيئة التي عاشوا فيها أنهم ملوك الاقتصاد زي ما بيقولوا. كل اللي عايز حاجة يروح ياخد من مين؟ من اليهود. وكانوا يبنون الحصون ويجيبوا الأسلحة بقى اللي مش عارف ايه برضو القوة. جاء الإسلام فأخذ منهم هذه السيادات كلها، ثم تمتعوا بمزايا الإسلام محافظة على أمنهم وعلى حياتهم وعلى أموالهم. أكان الإسلام يتركهم هكذا يتمتعون بما يتمتع به المسلمون أمنا واطمئنانا وسلامة أبدان وسلامة أموال، ثم لا يأخذ منهم شيئا؟ ليه؟ هتبقى نيجي نقول عليها الجزية بتاع الدم. طب المسلم بيدفع مال زكاة ويدفع ودول يقعدوا كده؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم أرسل سيدنا أبي بكر إلى اليهود في مدارس المكان اللي بيدرسوا فيه وقعدوا، وكان هناك واحد اسمه فنحاس بن عزورة أسامي، فطلب منه بعض المال وقال أقرضوا الله قرضا حسنا. انظروا إلى العقلية بقى، هل لك الله يقترض منا إذن فالله فقير؟ هذا التفكير، إذن فالله إيه؟ فقير. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير وإحنا أغنياء، بدليل إن ربنا جاي يقترض إيه؟ لم يفطنوا إلى سر التعبير الجميل لمن ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا. الله خلق الكون وقدر في الأرض أقواتها وأعطى الإنسان العقل الذي يفكر فيخطط، والجوارح التي فيها طاقة لتفعل، والمواد التي تنفعل له، ثم طلب منك أن تتحرك بالعقل المخلوق لله ليخطط للطاقة المخلوقة لله ليتفاعل مع المواد المخلوقة لله، والذي ينتج هو لك، ولي فيه شيء أرده على إخوانك. فإذا ما قال الحق من ذا الذي يقرض الله، احترم حركتك في التملك، ما يقولكش ده بتاعك. ليه احترم حركتك في التملك؟ علشان يغري المتحرك بزيادة الحركة ويحمل غير المتحرك على أن يتحرك، يقول له حركتك ليك، حتى ان عزت حاجة مش هقولك الدين بتاعتي، انا هحترم عرقك وهحترم حركتك وهحترم فكرك وهحترم جوارحك وطاقتك وكل حاجة. ان عزت منك حاجة مش هقولك الدين بتاعتي، اقرضها لي وحقرض تقرضها مش لي، لمين؟ وقد اقترض من القادر فيما بعد لك انت. ليه؟ قال لك لأن الله هو الذي استدعى خلقه إلى الوجود، وما دام الله قد استدعى خلقه إلى الوجود يبقى أرزقهم مطلوبة من مين؟ من ده البشر لما بيدعي اثنين بيعمل أكل يقضي ايه؟ عشر، ما دام هو اللي دعى. الله استدعى الخلق إلى الوجود،
وما دام هو الذي استدعى الخلق الى الوجود يبقى هو اللي يحصل لهم الايه الرزق. لما يكفل لهم الرزق يبقى عايزينهم يتحركوا. لما يتحركوا يريد ان يضمن اثار الحركه عشان الكل ايه. ولذلك لما جت اثار الحركه من المال وتدخل البشر فيها تأنيما وكذا 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 قلت الحركه ولا ما قلتش؟ قلت. لان الله يستغل النفعيه في الانسان عشان يتحرك. وسينتفع المجتمع بحركتك قصدت النفع او لم تقصد. فاذا حينما يريد الحق سبحانه وتعالى من بعض خلقه لبعض خلقه لا يتراجع فيما وهب بل يقول اقرضني. احنا البشر قد يضطرون الى مثل هذا الموقف. ما يكون الواحد مدي لاولاده الحصاله ومدي له مصروفه كل واحد بيحوش اللي فاضل وبعد ذلك ياتي ظرف لبعض الابناء يتطلب مالا ليس في مكنه الوالد ساعه ياتي الحدث يقوم يقول للعيال الدون اللي في ايه اللي في حصلتكم وانا حديها لكم واديها لكم مضاعفه. هو واخدها لمين؟ ده لكوه. لكن لانه وهب اولا ما رجعش في الهبه. قال هي بتاعتكم بس ادوها لي سلف واديها له سلف ولما ان شاء الله يجي اول الشهر انا حديكم ايه واديكم اكثر كمان. هكذا يعامل الله قال من ده الذي ايه؟ اليهودي ما خدش الحكايه على انها كده. قال ده ربنا فقير ونحن ايه؟ ونحن اغنياء. سنكتب ما قالوا. ادبهم مع الله ما هم قالوا برضو مع الله يد الله ايه مغلولة. يد الله ايه مغلولة. وده سببها انه جاءت سنة جد فلما ذهب الذين يأخذون منهم اجورهم او اشياءهم قالوا السماء بخلت علينا ويد الله مغلولة فلم تعطنا رزقا فانتظروا علينا الى ان يأتي ايه. نحن نريد ان نأخذ من الاسلوب اجتراءهم عن الحديث عن الله. يد الله مغلولة والغل أنتم تعرفون كيف يوضع. يوضع في الرقبة وتضم اليدين هكذا ويقولون إن الله فقير. إذن فهذا كله تسلية لسيدنا محمد حتى إذا ما اجترأوا عليه بكلمة أو على أصحابه باستهزاء يقول الله لهم إنهم لم يصنعوا معك أنت ولا مع أتباعك إن هذا موقف مني أنا. يقولون كذا ويقولون كذا. فإذا كان موقفهم وسوء أدبهم قد وصل بهم إلى أن يجترئوا على الذات المقدسة العليا ويقولون فقير ونحن أغنياء ويقولون يد الله مغلولة. أفا تحزن وتأسى على أن يقول لك أي شيء أو يقول لأتباعك أي شيء؟ نعمة المواساة من الله لرسوله، نعمة التسلية.